السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن استهداف ميليشيات الحوثي لناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة، وإعلان السعودية إيقاف تصدير شحناتها من النفط عبر مضيق باب المندب. قال المتحدث باسم التحالف العربي التركي المالكي إن إحدى ناقلات النفط السعودية تعرضت لهجوم في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، مؤكدا أن الهجوم يشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارية العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ما قد يتسبب بأضرار بيئية واقتصادية. إلى ذلك أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تعليق كافة شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب، وأكد الفالح أن استئناف شحنات النفط الخام مرهون بتأمين طرق الملاحة في المضيق. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: تأثير استهداف ناقلة النفط السعودية على العمليات العسكرية في الحديدة، ومدى تأثير القرار السعودي بتعليق شحنات النفط الخام على المواقف الدولية إزاء ملف الحديدة. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. الملاحة البحرية عبر باب المندب غير آمنة، حصاد مخيب للآمال بعد أكثر من 3 سنوات على دخول أكبر تحالف عسكري عربي على خط الحرب في اليمن. فقد أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن بلاده ستوقف بشكل فوري ومؤقت كل شحنات الخام التي تمر في مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة في هذا المضيق آمنة، وذلك بعد أن تعرضت ناقلتان نفطيتان سعوديتان الأربعاء لهجوم من جانب الحوثيين قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر وفقا للرواية السعودية. الحوثيون حتى الآن يعترفون بمهاجمة بارجة حربية وليس ناقلة نفط، رغبة منهم على ما يبدو في حصر نشاطهم العسكري البحري ضمن الأهداف العسكرية في ظل ما يدعون أنها حرب بين اليمن والسعودية. أطلق وزير الطاقة السعودي إذن التصريح الأكثر أهمية في تاريخ الحرب التي تخوضها بلاده على رأس تحالف عربي في اليمن، منذ أن أعلنت الرياض انطلاق عاصفة الحزم فجر 26 من مارس عام 2015. تصريح يراه المراقبون محاولة سعودية لجر العالم إلى تحمل جزء من التبعات الخطيرة لبقاء ميليشيا الحوثي في الساحل الغربي، وذلك على خلفية الضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي لمنع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية من المضي قدما في استعادة مدينة الحديدة كبرى المدن اليمنية على البحر الأحمر ومينائها من يد الحوثيين، وإغلاق ما تراه السعودية أهم المنافذ التي يمر منها السلاح الإيراني إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية. كان هناك استجابة من كافة الأطراف. الناطق باسم التحالف العربي العقيد التركي المالكي وصف الهجوم على ناقلة النفط السعودية بأنه إرهابي ويشكل تهديدا خطيرا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر، وقد يتسبب بأضرار بيئية واقتصادية، معتبرا أن استمرار هذه المحاولات يثبت خطر ميليشيا الحوثي ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الهجومية الإرهابية، ما يستدعي ضرورة تسليم المدينة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية وفقا لما نقل عن العقيد المالكي. التطورات الخطيرة في جنوب البحر الأحمر تلقي بظلالها على مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث الذي عاد مجددا إلى صنعاء في محاولة مستميتة لانتزاع موافقة من الحوثيين على اتفاق يمنع وقوع المعركة المرتقبة في الحديدة دون توفر أي مؤشر إيجابي على حدوث ذلك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع المحلل السياسي السعودي الأستاذ سلمان عسكر من الرياض. مساء الخير أستاذ سلمان. مساء النور، أهلا وسهلا. مرحبا بك أستاذ سلمان. في البداية، كيف تنظرون في المملكة العربية السعودية لاستهداف ميليشيات الحوثي لناقلة نفط سعودية في باب المندب؟ هذا الأمر لم يكن جديد وغير مستغرب، وسبق أن حذر التحالف من وقت مبكر من محاولات حوثية للاعتداء على ناقلات النفط الدولية وتهديد الملاحة الدولية بشكل عام. نعم. الرئيس السابق للمجلس، ما يسمى المجلس السياسي، صالح الصماد، أصدر تهديد تصريح قبل مقتله بأربعة أو خمسة أشهر لتهديد، وقال بالكلمة الواحدة
هدفنا القادم سيكون الملاحة الدولية وشركات النفط وشركات نقل النفط. هذا التهديد قوبل بكل برود وبكل استهزاء وبكل رخاوة، اسمح لي أن أقول وبكل رخاوة، من المجتمع الدولي. الأمم المتحدة أصبحت شريك مع الحوثي في الوقت الحالي لتهديد الملاحة الدولية. التحالف سبق أن طالب بتسليم المواني في اليمن ومطار صنعاء إلى الأمم المتحدة والإشراف عليها، إلا أنها تملصت من الموقف لأنها تخشى الفضيحة، لأنها شريك فيما يحدث الآن من اعتداء على الملاحة الدولية في مضيق المندب وغيره. نعم. طيب، ألا تعتقد أستاذ سلمان بأن هذا عجز من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في تأمين باب المندب؟ ليس عجز بقدر ما هو، يعني كما تعلم هذه في الأخير عصابات متمردة تجدها في الكهوف، في الأودية، في الأنهار، يعني كالطحالب تجدهم في كل موقع يهددون الملاحة. أما يعني المعلومة التي قد تكون غائبة عنكم أو قد تكون لديكم هي أن الآن مشروع البحار بعدد كبير من الألغام البحرية التي زودت إيران بها الحوثيين. هذا ليس تهديد للملاحة الدولية في حسب، تهديد أيضا للمجتمع اليمني قبل أن يكون تهديد للملاحة الدولية. الآن أصبحت الفأس في الرأس على ما يقال، أقولها لك بكل وضوح، سيتجرع العالم مرارة هذا الخبز الحوثي. الآن ليس التهديد تهديد لناقلات النفط السعودية، هذا تهديد للمجتمع الدولي، ولا يزال المجتمع الدولي يغض الطرف عما يحدث من همجات منها من حركات وهماجة حوثية يهددون بها الملاحة الدولية وطرق معترف بها محمية دوليا. نعم. هذه ليست، يا سيدي أريد أن أوضح نقطة مهمة وهي أن ليست مسؤولية التحالف، رغم أن التحالف العربي حريص على بقاء الممرات الدولية بعيدة عن الاشتباكات، لأن التحالف يحترم كل القوانين الدولية في المعارك، هؤلاء لا يحترموا شيئا أبدا. هذه الممرات مسؤولية المجتمع الدولي وليس المجتمع، ليس التحالف فحسب. نعم. طيب، ابقى معي أستاذ سلمان، نشرك معنا في الحديث المحلل السياسي الدكتور محمد جميح من لندن. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور، أهلا بك دكتور محمد. هل تتفق مع ما قاله الأستاذ سلمان عسكر بأن المسؤولية الكاملة يتحملها المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي لم تتعامل بحزم مع تصريحات الحوثيين التي هددت الملاحة الدولية وقامت الآن بتنفيذ تهديدها واستهداف ناقلة سعودية كانت متجهة إلى، يعني محملة بالنفط ومتجهة إلى الغرب كما يقال؟ نعم. فهل هذا التهديد فعلا تتحمله الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسبب تراخيها مع ميليشيات الحوثي، أم لك وجهة نظر أخرى؟ في البلد أحييك وأحيي ضيفك الكريم والمشاهدين. طبعا قبل أيام ولا تزال الملاسنة الأمريكية الإيرانية مستمرة، حرب الكلمات بين واشنطن وطهران. أعلن الإيرانيون أو ذكر الإيرانيون على لسان أكثر من مسؤول بأن طهران مستعدة وقالها روحاني في إحدى المرات لإغلاق مضيق هرمز، غير أن طهران فيما بعد فسرت كلمة روحاني بأنه لا يقصد الإغلاق الحرفي، وإنما يمكن أن يرد على إيقاف تصدير النفط الإيراني بخطوة مناسبة وليس بالضرورة بإغلاق مضيق هرمز. ما حدث بالأمس باستهداف السفينة السعودية هو تنفيذ حرفي للتهديدات التي قالت حرفيا بأنها سترد على المحاولات الدولية لإيقاف أو الأمريكية تحديدا لإيقاف النفط الإيراني برد مناسب ليس بالضرورة أن يكون بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما حصل في البحر الأحمر. هذه العمليات هي مرتبطة بالتصريحات الإيرانية بشكل واضح، لا تحتاج إلى عناء في تفسيرها ولا تحتاج إلى ذكاء كبير في ربط الأحداث ببعضها. الإيرانيون اليوم قاسم سليماني يقول بالحرف الواحد بأن أمن البحر الأحمر وبأن البحر الأحمر لم يعد آمنا، وبالتالي عندما تربط هذه التصريحات الإيرانية إلى جانب بعضها وتربطها بما حصل بالأمس يتضح أن اليمن عن طريق الحوثيين استطاعت إيران أن تحولها إلى منصة لإطلاق الصواريخ والزوارق. نعم.
المتفجرة في البحر. طيب دكتور محمد، هل تعتقد بأن المجتمع الدولي سيتعامل بحزم هذه المرة مع هذا التهديد من قبل ميليشيات الحوثي ومن خلفها إيران؟ أنا أعتقد أن الحديدة يعني كما هو معروف أصبح واضحا بأن دخول الحديدة عليه خط أحمر غربي أوروبي تحديدا وربما برضا أمريكي، وبالتالي المستهدف في هذه المسألة والمستهدف من إعاقة وصول قوات الحكومة اليمنية وسيطرتها على الميناء هي قوات التحالف العربي بشكل أساس، لأن بقاء الميناء في يد الحوثيين يعني استمرار استهداف الناقلات العملاقة سواء كان للسعودية أو لغيرها، لكن الحوثيين بالطبع سيستهدفون الناقلات السعودية والناقلات الإماراتية. ما جرى بالأمس والخطوة السعودية أيضا بإيقاف تصدير النفط عن طريق مضيق باب المندب يعني بأن السعودية ترسل إشارة حمراء تحذيرية بأن إمدادات النفط للغرب تحديدا ستكون في خطر، وإن كانت أسعار النفط لم ترتفع اليوم لأن موانئ السعودية على البحر الأحمر والخط الذي يمتد من الخليج إلى البحر الأحمر لا تزال طبعا تعمل، لم تدخل ضمن إيقاف النفط، إنما هو النفط الذي يأتي من مضيق باب المندب. نعم. لكن على أي حال هي خطوة تتوخى منها السعودية لفت الأنظار إلى خطورة الأمر في البحر الأحمر من أجل في تصوري رفع الخط الأحمر الأوروبي البريطاني تحديدا عن تحرير ميناء الحديدة. نعم، هذا الإجراء الذي اتخذته المملكة العربية السعودية برأيك دكتور محمد هو قرار سياسي أكثر منه دفاعي كما يقول البعض أم لا؟ لا، هو هنا تمتزج السياسة بالدفاع، يعني لا أستطيع أن تفصل بينهما. القرار بالمقام الأول لابد أنه توخى اتباع إجراءات السلامة والأمن. نعم. في الأعالي البحار، هذه نقطة. والنقطة الأخرى أنه أيضا تريد السعودية من جانب سياسي أن ترسل إشارة بأن الحوثيين وبقائهم على الساحل الغربي يشكلون تهديدا، وبالتالي لابد للقوى التي تمانع حتى هذه اللحظة. نعم. لمبرر الحفاظ على الحالة الإنسانية والمخاوف الإنسانية والقلق الإنساني في الحديدة لابد لهذه الدول أن تتخلى عن اعتراضاتها لتحرير الحديدة، لأن ذلك لم يحدث الأمن ولم يأتي بالأمن لا للسفن في البحر الأحمر وكذلك للمدنيين في الحديدة. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا من لندن. وقبل أن أعود للأستاذ سلمان عسكر اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث من القاهرة مدير مركز صنعاء للدراسات الأستاذ ماجد المدحجي. أستاذ ماجد مساء الخير. مساء النور. أهلا بك أستاذ ماجد. بعد التهديد الأخير الآن من ميليشيات الحوثي واستهداف ناقلات في خط الملاحة الدولي في باب المندب، هل تعتقد بأن التحالف العربي سيقدم على تحرير الحديدة بعمل عسكري خارج موافقة المجتمع الدولي؟ هو لن يحتاج إلى الخروج عن موافقة المجتمع الدولي، لأن نحن نشهد في الأخير واحدة من أعلى مستويات الضغط السياسي المتصلة بتهديد الدول في جنوب البحر الأحمر. يعني القرار السعودي بوقف شحن النفط تحديدا عبر مضيق باب المندب وإبداء عدد من الدول مثل الكويت ودول الخليج العربي التفكير بتحويل مسار رحلات، هذا يعني كل المعركة إلى قيد المصالح الدولية، وهذه منطقة من المصالح هي أعلى اهتماما من الأولويات الإنسانية التي كانت تعطي المعركة الحديدة. بتقديري هي خطوة سياسية من المملكة استفادت من الأقل ما يصب بالغباء الحوثي للالتفاف على الضغط الدولي خاص معركة الحديدة. الآن هذا بيمنحها أسباب ضوء أخضر للمضي قدما في مسار المعركة تحديدا في مدينة الحديدة، بالتالي مكان صعبا أصبح يسيرا على الأقل من المستوى السياسي. سنشهد دعنا نشهد تداعي ذلك من تصريحات وزير الخارجية الإماراتي قرطاش الذي أشار أن السياسي بدأ ينفذ خصوصا مع ارتفاع مستوى التهديدات، وبالتالي بتقديري المهلة السياسية الممنوحة لمارتن تيفيت ستسحب على الأقل حتى. نعم استاذ ماجد. استاذ ماجد لطفا منك ارفع الصوت قليل حتى نسمعك بوضوح، واريد ان يعني ايضا استفسر منك هذه اقدام ميليشيات الحوثي على هذه الخطوه واستهداف خط الملاحه الدولي باعتقادك هل هو يعني مصدر قوه ام هو يعني ينذر بضعف الميليشيا التي لم تعد تملك ما تعمل فبدات باستهداف وتهديد خط الملاحه الدولي؟
تجدي حرر جنوب البحر، حررت مديرية الضباط في ضباط المنطقة تحديدا اتجاه الاستهداف اللي كان للقطع العسكرية في البحر الأحمر. أدى هذا أدت مغامرة الحوثي استهداف السفن حينها السفينة العسكرية الإماراتية والسفينة العسكرية الأمريكية إلى تصعيد العملية العسكرية والذهاب اتجاه مدينة المخا. العملية الأخيرة اتجاه استهداف انطلاق النفط هي ورقة عسكرية من قبل الحوثيين ضعيفة جدا سياسيا، هي على حساب قدرتهم السياسية، على حساب فرصهم السياسية، وبالتالي ستؤدي إلى تصعيد عملية عسكرية ضدهم في الحديدة. هذه ليست ورقة قوة، هذه ورقة مجازفة إذا صح الوضع، وبالتالي الوضع أكثر سوءا مما يريد الحوثيين، يعني نتائجه هي لن تمنحهم ثقة تفاوض، هي ستمنحهم كأس أحمر إذا صح الوضع. نعم، طيب ابقى معي أستاذ ماجد، أعود للأستاذ سلمان عسكر. أستاذ سلمان، الآن بعد هذا الاستهداف من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، هل تعتقد بأن المملكة ستكتفي بإيقاف وتعليق تصدير النفط عن طريق مضيق باب المندب أم لها كلمة أخرى؟ هذا التعليق يا سيدي هو تعليق مؤقت، كما أوضح وزير النفط وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في بيان سابق له. في الحقيقة له ضرر خفيف، ولكن هنا رسالة بأن ناقوس الخطر الإيراني الذي تدكه إيران في المنطقة أصبح واضحا وصريحا، ولا بد من تدخل عاجل لإنقاذ المناحة الدولية. كما تعلم بأن هذا الميناء يعتبر من أضخم المواني في العالم، وتمر من خلالها أكثر من 25 ألف سفينة ناقلة للنفط سنويا. أهمية هذا الميناء ليست تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، أيضا يهم المجتمع الدولي. في المقابل الكويت ستعلن قريبا حسب المعلومات المتوفرة عن إيقاف تصدير النفط من هذا الميناء. هناك خطورة كبيرة جدا لا يشعر بها المجتمع الدولي إلا بعد أن تنفجر الكارثة العظمى، ويأتي هذا ضمن سيل المجاملات للعدو الإيراني الذي يهدد العالم وليس يهدد الخليج أو الملاحة الدولية. ولكن ألا تعتقد بأن الرد المناسب أستاذ سلمان عسكر هو تحرك الشرعية والتحالف العربي وتحرير الحديدة ومينائها وما تبقى من تواجد الحوثيين في هذه المناطق التي تهدد خط الملاحة الدولية؟ أبدا سيدي، الشرعية لا تزال تواصل انتصاراتها يوما ويوم، وفي المقابل فإن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والدول الشريفة في الخليج، وهي معروفة الدول الشريفة من أقصد باستثناء تلك الدولة العميلة لإيران، لن تقف مكتوفة الأيدي وستضع حد لهذه المهزلة الإيرانية القطرية في المنطقة. نعم، طيب أستاذ ماجد المدحجي، برأيك أنت أيضا إيقاف عمليات التحالف على أبواب ميناء ومطار الحديدة من قبل التحالف العربي بالتأكيد بسبب ضغوط الأمم المتحدة، هل تعتقد بأن التحالف سيتخذ إجراءات ولو بعيدا عن موافقة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرير الحديدة؟ يعني هناك فرق تحديدا بين القرارين استجابتين لموضوع المعركة. المجتمع الدولي هو غير الأمم المتحدة، تحديدا الأمم المتحدة هي لا تريد أي مسار عملية عسكرية، تريد الذهاب أبدا باتجاه مفاوضات سياسية، مفاوضات الأمم المتحدة عبر الوسيط الدولي. لكن المجتمع الدولي تحكمه استجابات مختلفة على الأقل أو أطراف مختلفة. لذلك فيما يخص معركة الحديدة بتقدير الآن المهلة أساسا من معركة الحديدة هي حتى نهاية الشهر. أثرت العملية العسكرية الأخيرة للحوثيين لتقضم من هذه المهلة. لذلك توقع تحديدا مسار عسكري نشط مرة أخرى اتجاه ميناء الحديدة في على الأقل في نهاية الشهر هذا أو بداية الشهر الجاي، يعني خلال أسبوع منذ الآن. وأتوقع رفع يد دولية في الأخير، لن نشهد أساسا لهجة دولية مناوئة لهكذا مسار عسكري باستثناء التصريحات التي تشدد على مسار الموضوع الإنساني. ما حدث من عملية عسكرية هي تمس قلب المصالح الدولية، العقدة الأساسية للمصالح الدولية هي موجودة في ممر البحر، في ممر التجارية في البحر الأحمر، وبالتالي هذه المصالح ستتحدث أكثر من أي شيء آخر. نعم، إقدام ميليشيات الحوثي أستاذ ماجد على اتخاذ مثل هكذا خطوة واستهداف ناقلة سعودية في الوقت الذي وصل فيه المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى صنعاء يعني التشاور من أجل، كما أصرح وأعلن، ستكون هناك مفاوضات وعودة للمسار السياسي بعد عيد الأضحى المبارك، كيف تقرأ
إقدام الميليشيا على هذه الخطوة في ظل تواجد المبعوث الأممي في صنعاء؟ هي لطالما كانت هذه الرسالة السياسية لجماعة الحوثي في وجود المبعوثين الدوليين في صنعاء أبلغ تعبير عنها عن ضعف استجابتها للعملية السياسية، ضعف استجابتها لمبادرات السلام. بالتالي لا يمكن أن يفهم مارتن جريفيث أو يفهم المجتمع الدولي رسالة أبلغ من هذه الرسالة الحوثية بالمعنى السياسي، أنه لا ذهب باتجاه مسار المفاوضات، لا استجابة للوطن الدولي لحل سياسي لما موضوع الحديدة، بل رفع لمستوى التهديدات عبر عملية عسكرية تستهدف الخط التجاري، خط المصالح الدولية في البحر الأحمر. بالتالي الرسالة السياسية التي أوصلتها جماعة الحوثي بهذا السلوك أثناء زيارة مارتن جريفيث إلى صنعاء واضحة ولا تحتاج للكثير من التأويل. نعم طبعا. نعم أستاذ سلمان عسكر، ليست المرة الأولى التي تستهدف ميليشيات الحوثي للمملكة العربية السعودية، ربما المرة الأولى عند تواجد المبعوث الدولي في صنعاء قامت بإطلاق صواريخ باليستية إلى الرياض وإلى مناطق عدة في المملكة العربية السعودية. هذه المرة تكرر بنفس التوقيت وصول المبعوث الدولي إلى صنعاء وتقوم باستهداف ناقلة سعودية في باب المندب. هل هو تحدي للتحالف العربي والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد أم للمجتمع الدولي بشكل كامل؟ ليس تحدي يا سيدي بقدر ما هو وجود ضوء أخضر من هؤلاء المبعوثين. تعرف أن دخول صنعاء من جانب الحوثيين كان بمباركة من جمال بن عمر المبعوث الأممي في اليمن، وكان حينها وليلتها في صعدة. الآن المبعوث الأممي في صنعاء وتم الاعتداء على هذه الناقلات، إذا هناك ضوء أخضر من الأمم المتحدة ولم يعد هناك أي مجاملات. الحقيقة واضحة وصريحة، هناك تعاون بالباطن بين الأمم المتحدة والحوثيين، وهناك دعم لوجستي من جانب الأمم المتحدة، والأمم المتحدة أصبحت غير موثوق فيها. أنا أقولها بكل صراحة، الأمم المتحدة شريك فيما يحدث في اليمن، الأمم المتحدة متواطئة مع إيران ومتواطئة مع الحوثيين، وهي من ترتب وهي من تنسق، وهي للأسف لم تقدم أي إدانة لما يحدث من جانب الحوثيين. لا جمال بن عمر أدان سقوط صنعاء في أيدي الحوثيين، ولا المندوب الحالي أدان استهداف ناقلة نفط سعودية وتهديد الملاحة الدولية. هؤلاء بالبنط العريض أقولها أصبحوا عملاء وشركاء مع الحوثيين في استهداف الملاحة الدولية، وبذلك فقد فقدوا الثقة تماما. نعم. وأعتقد أن التحالف هذه المرة سيتجنب أي رأي أو قرار للأمم المتحدة إن لم تعود إلى صوابها. نعم، إذا كانت كما تقول الأمم المتحدة بهذه الصورة أستاذ سلمان، وهي يعني تبارك أو هي عميلة وضد يعني عميلة مع ميليشيات الحوثي وضد التحالف العربي ولا يهمها استهداف ميليشيات الحوثي للتحالف العربي والمملكة العربية السعودية، برأيك كلمة التحالف والمملكة الفيصل فيما بعد إذا ما كان هذا الموقف الواضح من الأمم المتحدة؟ المملكة العربية السعودية مثلها مثل باقي دول التحالف تتواصل مهمتها التي أتت من أجلها، وهي إنقاذ الشعب اليمني وفق طلب الرئيس عبد ربه هادي منصور من هذا الاحتلال الحوثي الإيراني، وستواصل تحرير المدن والمحافظات اليمنية، وستقف في المقابل جدا منيعا لأي اعتداء حوثي إيراني قطري على الملاحة الدولية أو تهديد المنطقة. دول التحالف لديها القدرة، وأنا أكرر، والقوة أن تحمي حدودها وأن تحمي المحافظات التي حررتها، وأن تواصل قدما في تحرير باقي المحافظات التي يسيطر عليها الكهنوت الحوثي، وقريبا سنشاهد بإذن الله تحرير الحديدة. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ سلمان عسكر، كنت معنا من الرياض، والشكر أيضا للأستاذ ماجد المدحجي كان معنا من القاهرة، وكذلك للدكتور محمد جميح كان معنا من لندن. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل عبد الرقيب الأبارة والزميلة شروق القاسمي، كما يلقكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.